السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقدم في تحليل أداء الدوري الجزائري سعيد بن رحمة اليوم في المباراة التي جمعت بين فريقه ويستهام ضد فريق نوتنغهام فورست في ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023. قبل البداية في تحليل أداء سعيد بن رحمة في المباراة، أتمنى منك لا تنسى الاشتراك، لايك للفيديو إذا كنت جديد، وندخل في صلب الموضوع. أول شيء، سعيد بن رحمة شارك أساسي طيلة أطوار المباراة ولعب 90 دقيقة بالتمام والكمال، وكان واحد من أفضل لاعبين ويستهام في المباراة، وكان نجم فريق ويستهام في المباراة. لم أشاهد سعيد بن رحمة يلعب بهذا الأداء منذ فترة طويلة مع فريق ويستهام. اختراق، تمرير والتسديد ومحاولة على المرمى، فعل الأهم في المباراة، وكان قريبا من تسجيل سجل هدف في الشوط الأول، ألغي بسبب خطأ من صديقه أنطونيو. عاد في الشوط الثاني بكرة حرة مباشرة ارتطمت في الزاوية 90 في العارضة. كما قلت، الحظ عنده، لكن المباراة من جميع المقاييس فهي ممتازة للدوري الجزائري. كما قلت، كان نجم فريق ويستام وكان أفضل لاعب في نادي ويستام في مباراة اليوم. فعل الأهم وقدم كثير في المباراة، لكن الحظ عاندهم في مباراة اليوم، وكان فريق ويستهام قريبا من العودة في المباراة، لكن مباراة كانت صعبة من جميع المقاييس. نحن يهمنا سعيد بن رحمة وما قدمه في المباراة، أداء ممتاز، وأخذ أعلى تقييم في ناده ويستهام بتقييم 7.5 كتقييم على أدائه وعلى مردوده، وهذا يدل على أنه قدم مباراة مميزة وأداء رائع وأداء يذكر فيشكر له. نتمنى أن يستمر في هذا الأداء الرائع، وإلى اللقاء.